دكتور محمد النشطاوي، دكتور محمد النشطاوي، بالنسبة لنيجيريا وجنوب إفريقيا، ما مصلحتهما اليوم في معاداة المغرب، خاصة بعد الشراكات التي وقعها أكثر من 590 اتفاقية تقريبا، متواجد بكثرة في إفريقيا الفرنكفونية والأنجلوفونية حتى؟ لا أعتقد بأن حاليا نيجيريا لازالت تعادي المغرب، وإنما المغرب من خلال الجانب الاقتصادي والاتفاقيات الاقتصادية عمل على تحييد نيجيريا، وأنا متفائل بالموقف الذي قد تتحدث عنه نيجيريا مستقبلا، وهو سحب اعترافها بالبوليزاريو. المشكل الذي لا زال قائما هو جنوب افريقيا، ونحن نعرف تاريخ النضالي لجنوب افريقيا وكذلك قيامها على اساس حق تقرير مصير الشعب الجنوب افريقي في مواجهه النظام التمييز العنصري. اكيد بان عدد من القاده الجنوب افريقيين لا زالوا يؤمنون بهذه العقيدة، ولا زالوا يرون بأن البوليزاريو هي الممثل الرسمي والوحيد للشعب الصحراوي. لكن أعتقد بأنه ولكن الجنوب الإفريقيين يعرفون أن هناك انتخابات نظمت، انتخابات وصفت بالشفافية، واختار سكان الأقاليم الجنوبية ممثليهم بكل حرية كذلك. وهذا ما أرغب في الحديث عنه، هو أن لا زال للدبلوماسية المغربية دور في تلعبه فيما يتعلق بجنوب إفريقيا. أولا شرح تلك الخطوات التي قام بها المغرب والمشاريع التنموية التي حققها في هذه المنطقة، وتبيان أن الحكم الذاتي هو طريقة نبيلة من أجل تقرير المصير على المستوى الداخلي بالطريقة التي تضمن للسكان الأقاليم الجنوبية العيش بكرامة في إطار تنمية، في إطار الوحدة الترابية، وأن يبين كذلك المغرب بأن ما يشترك معه المغرب مع جنوب إفريقيا أكثر مما يفرقهما، وأن زمن الإيديولوجيات قد ولى، وحاليا هناك البناء الاقتصادي. وبالتالي كما قلت، فالدبلوماسية المغربية مفروض فيها حاليا التوجه نحو جنوب إفريقيا، كما توجهت نحو أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، وتوجهت نحو عدد من البلدان الأنجلوفونية بما فيها إثيوبيا ونيجيريا وكذلك كينيا. حاليا أظن بأنه حان الوقت من أجل العمل بقوة على الجانب الجنوب إفريقي، وتبيان كل هذه المظاهر التي تبين بأن المغرب جاء مدافعا عن وحدة ترابية، وكذلك السكان الأقاليم يعيشون في بحبوحة أكثر من عدد من المناطق في الداخل. طيب، أريد أن أفتح قوسا هنا لأسألك دكتور، إذا تفضلت، بهذه المعطيات الجديدة، بالاتصال الهاتفي الذي كان بين جلالة الملك ورئيس النيجيري، ما هو هامش التحرك الحقيقي الموجود اليوم في أيدي النظام الجزائري؟ بالنسبة للنظام الجزائري، أظن بأنه ليس له أي هامش حاليا. الجزائر تعيش اضطرابا داخليا، تعيش غيابا لتجاوب السلطة التي لا زال العسكري يسيطر عليها مع مطالب وحاجيات ومتطلبات الشعب الجزائري. حاليا تلك البحبوحة التي كانت تعيشها الجزائر ولت، وأسعار البترول انخفضت بشكل كبير، وتلك الأموال التي كانت تغدق بها الجزائر على بعض الأنظمة بما فيها البوليزاريو لم تعد متوفرة. لذلك أعتقد بأنه حاليا لو تمكن المغرب كما قلت من تحييد نيجيريا، فأعتقد بأن ذلك البناء أو ذلك التكتل جنوب إفريقيا ونيجيريا والجزائر سينهار. بالتالي أعتقد بأن حاليا لا الجزائر ولا جنوب إفريقيا ربما يعيشون انهيارا لمطامحهما، خصوصا نحن نعلم بأن نيجيريا تلعب على الجانب الاقتصادي والجزائر تلعب على الجانب السياسي، وهذا كان متوافرا حتى في البنية القديمة الاتحاد الإفريقي. حاليا الوقت هو وقت البناء الاقتصادي والاستثمارات، وخصوصا وأن القارة الإفريقية هي القارة الوحيدة في العالم التي تتوفر على كل الثروات التي تمكنها من العيش بدون حاجة إلى باقي الدول وباقي القارات الأخرى. لذلك فالخطة التي سار عليها المغرب
من خلال التكتل الاقتصادي والبناء الاقتصادي والاتفاقيات والاستثمارات، أعتقد بأنها جاءت بنتائج على المدى القريب وعلى المدى المتوسط، ونأمل أنا على المدى البعيد بإمكانها أن تشكل طريقة لاختراق كل هذا التكتل الذي بنته لا الجزائر ولا كذلك جنوب إفريقيا.